حتى لا يتوقف معاشك الشهري، احذر هذه الحالات التي توقف صرفه. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر الاشتراك ولايك للفيديو. يعتبر الدخل الشهري لأصحاب المعاشات هو سبيل النجاة الوحيد، خاصة الذين لا يملكون أي دخل آخر سوى معاشهم الشهري. وللمحافظة عليه يجب الابتعاد عن بعض الأمور التي قد تؤدي في النهاية إلى ضياع المعاش بأكمله أو جزء منه على الأقل. المعاش بمثابة سبيل النجاة الوحيد الذي ينتظر الكثيرون، خصوصا الذين لا يملكون أي دخل آخر سواه. ولكي تحافظ عليه يجب عليك الابتعاد عن بعض الأمور التي قد تؤدي إلى ضياع أو اقتطاع جزءا منه. قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 حدد الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش للمستحقين في حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم الأرملة، الإخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدان. وتنص المادة 103 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يوقف صرف المعاش المستحق في الحالات الآتية وفق ما نقل تقرير اليوم السابع مصدر الخبر: 1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص دخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي. 2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بالقوانين أو اللوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة. ووفقا للمادة 105 يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية: 1- وفاة المستحق، 2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، 3- بلوغ الابن أو الأخ سن 21، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: 1- العاجز عن كسب حتى زوال حالة العجز، 2- الطالب حتى تاريخ التحقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن 26 خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة، 3- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس، وسن 24 بالنسبة للحاصلين على مؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب. 4- توافر شروط استحقاق معاش آخر. 5- تصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذو أولوية أعلى، وللابن أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره 500 جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة. 6- في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى، فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له ووفقا للحالة في تاريخ الرد رد بالباقي على الفئة التالية، وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن. 7- في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب. 8- وفي حالة قطع معاش الوالدين يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد
على فئة الأرامل إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ، وذلك في حدود الربع. 9. في حالة قطع معاش فئة الأرامل يؤول ربع معاش الموروث إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ. شارك برأيك واترك تعليقا حول المعاشات، وشكرا لكم.